هي كسوسوا بوغ ايمان خليف ولا كيليان نمور ولا بعض الاسماء اخرى اللي شاهدناها في الرياضه، ولو اني كان عندي مسار كرياضي فهمت سابق في نادي الرامة، لان انا يعني مسؤول على فرع الكاراتيه لنادي الرامة. هي صح الصحافه تلعب دور يعني دور يعني كيش نقولوا بيرفير يعني في الاونه الاخيره سواء على المستوى الوطني ولا الدولي. سي فري كو جل المؤسسات الاعلاميه، وهذه على بها جو رجوان مون امي محرز، هو شيء معلوم ان جل المؤسسات الاعلاميه تابعه للوبيات عن طريق على شكل مؤسسات اقتصاديه. اوكي، تشارك سواء في البورصات الاكبر بورصات العالميه كاك 40 الناسداك وكذا وكذا. لذا يعني الانديبوندونس هذه الوسائل الاعلاميه يعني الان ما بقاتش ميديا انديبوندون، ما بقاتش موضوعيه نحكوا عليها، ما بقاتش موضوعيه لانه كل جلها سو ديريج فيغ سكون ابل لو تيب دو با دو بريس دانفورماسيون مي بريس دوبينيون، وشفناها في فرنسا وفي بلدان اخرى. يعني التحول هذا الراديكالي في توجه الاعلام.